لا إله إلا الله. ما شاء الله طلحة صغيرة لكن ظلها وافر. ولذلك أقول ازرع ولا تقطع، الشجرة حياة، الشجرة وقف لك، تموت وتبقى الشجرة وقف لك، يستظل بها إنسان، يستظل بها طير، يأكل منها الدواب، تستظل بها الدواب، يبقى وقف لك إلى يوم القيامة. أنت ازرع والله عز وجل يتكفل بها. لذلك نحن نحتاج إلى ثقافة الزراعة وعدم القطع، قطع الأشجار خصوصا الخضراء جريمة، قطع الأشجار اعتداء على البيئة، اعتداء على الحياة الفطرية. الأشجار نعمة من الله عز وجل. شوف هذا المكان الآن ما يوجد فيه يعني أي شجر إلا هذه الشجرة. تخيل أنك أنت من قام بزرع هذه الشجرة وبقيت بعد أن تموت، كل من استظل بها واستفاد منها فإنه يأتيك أجره إن شاء الله وأنت في قبرك. فنحن نريد أن نقوي هذه الثقافة وننشر هذه الثقافة. ما شاء الله تبارك الله. حتى الشجرة تعطيك أكسجين. الشجرة معروفة أنها تنشر الأكسجين، وكثرة الأشجار في المكان تساعد على تنقية الجو، تساعد على تقليل درجة الحرارة، وفوائد أخرى أيضا تفيد التربة، فوائد كبيرة. لكن نحتاج فقط نحن أن نزرع، وإن شاء الله تكون هذه ثقافة منتشرة في المجتمع بإذن الله عز وجل، ونرى الأشجار منتشرة في صحرائنا القاحلة.